بكره ان شاء الله تعالى الجمعه بيتسو موسيماني المدير الفني هيدخل بلاعيبه الاهلي معسكر القمه. من خلال التدريب الاخير بكره باذن الله تعالى هيدخل الفريق معسكر يا باشمهندس لمده 48 ساعه استعدادا لمباراه الاحد باذن الله. باذن الله ربنا يوفق وتطلع مباراه جيده يستطيع ان يقدم الاهلي ما يعبر به عن مكانته، وباذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي مهما قيل عن صعوبه الموقف وهو صعب جدا هذه المره. تتكالب الظروف على النادي الاهلي اصابات متتاليه متلاحقه ما بقاش حد فاهمها، درجه يعني مش كان الاول في العظم دلوقتي في العضل دلوقتي في الضمه دلوقتي في الكوع دلوقتي في الصباع دلوقتي يعني مش سايبه حاجه. صحيح. يعني فمحدش واحنا بنعلل للاصابات محدش يقول لنا هي اصابه الكوع دي من الملعب ولا من الحمل ولا وقبليها اصابه الزنده او الذراع بتاعت حمدي فتحي الكثير من الاصابات، لكن مؤكد ان لعيبه الاهلي يا استاذ ابراهيم بيحصدوا من يعني حديقه الالم تلك الزراعه لفوضى اقامه المسابقات المحليه وتلاحم المواسم عبر عايز اقول 10 سنوات دلوقتي. صحيح. فريق بكل اجياله كل ما تغير جيل ما بياخدش راحه. وانا لما بقول تاني وتالت ورابع الراحه مش عضليه بس، الراحه ذهنيه ونفسيه طبعا. وانت لما بتاخد اجازه هي فلسفه الاجازه في اي عمل ايه؟ انك تجدد الدوافع. صحيح. انك تروح لحياتك الخاصه تديها حقها اللي اللعيبه مش عارفه تدي حياتهم الخاصه حقها. فربنا يستر يعني ويعني اللي بيحسدوا اللعيبه على المكانه والشهره والاموال يجي يشوف المعاناه بيعيشوا حياه خاصه جدا وصعبه جدا.